فهذه مثل على خطأ. وأما تلقيبه السلفيين بالتلفيين فأنا أوافقه على ذلك أيضا، أقول إن السلفيين تلفيون ولكنهم يدركون البدع ويقضون عليها ويحيون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعم السلفيون أصحابا وقوما، ولكنني لا أعني بالسلفيين المتحزبين، ولكني أعني بالسلفي من يتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون تحزب. وأنا أنكر جميع التحزبات أيا كان لونها أو أيا كان اسمها، وأقول إن الأمة الإسلامية حزب واحد، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فحزب الله هم المتمسكون بشريعة الله تعالى ظاهرا وباطنا، المنابذون للبدع صغيرها وكبيرها، الذين لا يقدمون قول أحد على قول الله ورسوله، الذين لا يتقدمون بين يدي الله ولا يجهرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول، ولا يقدمون أقوال أحد من الخلق على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحزب، حزب الله السلفي الأثري الذي يجب أن ننضم كلنا إليه، وأن تنصهر هذه الأحساب المزعومة التي هي في الحقيقة عبء على الإسلام، أن تنصهر كلها في هذه البوتقة، بوتقة حزب الله عز وجل. ولست أعني بحزب الله إلا من كانوا على طريقة أهل السنة والجماعة، وأما من عداهم فليسوا من حزب الله وإن تسموا بحزب الله.